شاء الله ندعو أخواتنا الكريمات إن شاء الله في تاريخ 16/3 ليوم مشهود لعرس ديمقراطي بإذن الله لانتخاب أعضاء الهيئة الإسلامية، نمنح فيها ثقتنا لشبابنا الواعي بإذن الله، ندعمهم معنويا، ندعمهم فكريا إن شاء الله، نعطيهم فرصة إنه يثبتوا أنفسهم كما أثبت من قبلهم إن شاء الله، إنه يوقفوا لمساجدنا، لمدارسنا، لأوقافنا، لتربية وتعليم، لكل المجالات اللي ينقصها البلد. فأنت إذا قيل عنك إنه أنت نصف المجتمع فإحنا بنقول أنك كل المجتمع. إذا أنت طلعتي للانتخاب أكيد أنت بتدعمي زوجك وأخوك وأولادك وكل من حولك. كل واحدة أخت بيافة وأخت مثل ما محض الله تيجي تنتخب شباب يافا، ان شاء الله هدول شباب يافا ان شاء الله للجميع، وكمان اولاد اولادنا بيتعلموا منهم، وان شاء الله يا ربي فكل اخت مثل ما ان شاء الله تتوجه معنا على الانتخابات، مش لازم تكون عده الدار، ان شاء الله كنا بدنا ندعم شباب يافا، ان شاء الله نكون منصورين يا رب شباب يافا. انا بتوجه اليوم من هون لاهل البلد، لكل الاهالي والاباء والاولاد جيل 17 وما فوق، تطلعوا ب 16/3 يوم السبت تنتخبوا أعضاء الهيئة الإسلامية، هيئة بتمثلنا، بتمثل كل البلد، بتمثل لجيل أفضل، لجيل الجاي. كلنا أمل إنه كل الأولاد، البنات، الشباب، الصبايا توقفوا إيد بإيد عشان تحافظوا على كل طموحاتكم وتوصلوا لجيل أفضل، لمستقبل أفضل. فأنا كل أمال إنه أشوف أكبر عدد من الطلاب والطالبات والأهالي يدعموهم يكونوا معنا ب 16/3. صار عمري 18 سنة وبفكر هي أول سنة إلي بدي أنتخب. بفكر إنه لسه إحنا جيلنا فيش عنده وعي، بس بعرفش إيش يعني انتخابات، ولا مرة كان بالانتخابات. فبفكر وبتمنى يعني إنه كل البنات اللي بجيلي والصبايا يجوا ينتخبوا لأول مرة بتاريخ 16/3، عشان مهم نكون جزء من البلد، إحنا جزء كتير مهم من البلد، إحنا جيل البلد، المستقبل يعني للمستقبل إحنا جيله. أنا بحب أوجه ندائي لكل أهل يافا عامة وخاصة بخص النساء فيها، وبقول نطلع من الدار وننتخب، مش عشان استام احنا بدنا نروح ننتخب أو على الفاضي، لأنه هذا الإشي هذا صوتنا، لما صوتنا هذا فيه قوة، فيه وحدة.